أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: انتشر بين أوساط النساء بعض الألبسة التي نرجو من فضيلتكم بيان حكمها. الأول: بنطال تلبس أعلاه ثوبا إلى الركبة أو فوق الركبة بقليل ويسمى البنجابي. تلبس المرأة ما يلبسه نساء البلد إذا كان ساترا ومباحا، فلا تخالف ملابس البلد، ما تخالف ملابس البلد، لأن هذا يكون شهرة، مع أن الملابس المستوردة لا يؤمن أن تكون وافية بالمطلوب والستر. فتلبس ما تلبسه نساء المسلمات في البلد. نعم.